مساء الورد والفل والياسمين عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء وحشتوني جدا 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 من الحلقه اللي فاتت للحلقه دي. النهارده عشان ما فيش وقت هقول لحضراتكم على الفقرات اللي معانا في عجاله عندنا فقره مميزه جدا لكل البنوتات والستات اللي قدامي وبيتفرجوا عليا عندنا فقره مميزه جدا 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 مع ميك اب ارتست هايله جدا هتعرفنا اسرار التجميل. عندنا فقرة تانية معانا فيها دكتور مصطفى هيعرفنا اسرار الطب بالاعشاب وايضا العلاج بالطب النبوي والطب البديل. دلوقتي جينا للفقرة اللي كلكم بتحبوها وهي فقرة اسال منى. فقرة اسال منى النهارده كل مرة كنت بقول لكم رايي في المشكلة اللي انتوا بتبعتوها لي بس المرة دي المشكلة اللي جت لي حبيت اشارككم فيها. عشان ما يكونش حكمي شديد على او حكم فردي فحبيت اخلي الحكم جماعي او حل المشكله من كذا وجهه نظر وليس وجهه نظر واحده مشاهدتنا الفاضله الكريمه بتقول لنا ان هي بعتت لنا مشكلتها بتقول ان هي عندها 39 سنه متزوجه من 10 سنين عند ربنا رزقها بالبنات والبنين بتعمل موظفه وفي حياتها الزوجيه عندها مشكله كبيره جدا ان هي دايما في مشاكل ما بينها وما بين جوزها خناق وزعيق وسب واحيانا الضرب. بتقول ان هي كانت الاول مشغوله في شغلها فمش مركزه هو بيعمل ايه؟ فقعدت قعدت فتره من الوقت كده مع نفسها اجازه اسبوع فكرت في حياتها. اكتشفت ان جوزها بعيد عنها كل البعد هو في عالم وهي في عالم تاني خالص. رمي عليها المسؤولية 180 درجة مشيلها كل حاجة مسؤولية تربوية ومعنوية وعاطفية بتقول إن هي اتظلمت معاه من كل الجهات لدرجة إن هي عايشة معاه في بيت واحد وتحت سقف واحد بقالهم سنة إخوات كل اهتمامه بأهله كل اهتمامه منصب عند أهله وعند أصدقائه وهي آخر اهتماماته هي وأولادها بتقول ان المشاكل الدائمه ما بينها وما بين جوزها كانت حتى قدام الاولاد مره واحده حست ان الكيل طفح ان هي خلاص وصلت لنهايتها قررت ان هي تنفصل قررت قررت ان هي تشتري نفسها لان هي بتقول انها حست ان من كتر اسوته عليها خلاها ما بقتش تحبه فقالت يعني انا هعيش حياه عباره عن ضرب اهانه أنظف، واربي واصرف فلوسي واتهان بس فبعتت لي بتقول انا خدت قرار والقرار ده ساعديني عليه هل اللي انا هعمله ده صح هل لما اكون مطلقه او حتى خلعت جوزي هل المجتمع هيرحمني طب اكمل واتقهر اكمل عشان خاطر ولادي اللي بيتفرجوا عليا كل يوم وانا بتهان وبتضرب اكمل عشان افضل انا الست والراجل والاسم متجوزه مشكله وجات لنا انا ما رضيتش اخد فيها الحكم لوحدي او الراي لوحدي عرضتها لحضراتكم على صفحتي جالي 80% من المشاهدين واصدقائي قالوا لي لا لازم تسيبه في 50% بيقولوا لا لازم تكمل عشان اولادها وانا قلت لكم ان انا هقول لكم رايي في الحلقه بصي بقى يا جميله ربنا لما خلقنا الحياه بتاعتنا عباره عن ايه عباره عن وقت عباره عن وقت بينتهي مش هيستمر العمر كله هي وقت عشت خمسين ستين سبعين سنه فده وقت عشتيها باي شكل باي كيفيه اذا الحياه اللي هي الثروه بتاعه الحياه عباره عن وقت ربنا ادهالك اختاري تعيشيها بالشكل اللي انت عايزاه رضيتي بالمهانه رضيتي بالذل رضيتي بالقهر وكملتي فده وقتك في حياتك بيروح عشتيها سعيده فبرضو ده وقتك وحياتك بتروح انت قلتيلي نقطتين قلتيلي ان انت ما بقيتيش تحبيه وقلتيلي لي كمان ان ما بقاش في عواطف من كتر قسوته عليكي وقلتي لي ان انت بالنسبه له مجرد داده لاولاده طيب انت خايفه من كلام الناس هو الجيران والناس والمجتمع مش بيسمعوه هو بيضربوكي وهو بيضربك مش الجيران والمجتمع بيشوفوكي وانت بتتهاني والجيران دايما سامعينك وانت بتتهاني وبتضربي وعندنا مثل في مصر معروف جدا اللي يقول لها جوزها يا عوره يلعب بيها الناس الكوره يعني كل ما بجوزك بيهينك كل ما مجتمعك اللي انت عايشه فو في وسطه شايفك قليله مهما عديتي في شغلك ومهما كان مركزك يبقى اذا فكره المجتمع دي تنسيها لان المجتمع عايشه معاه هيتكلموا عن ضعفك وسلبيتك وقد ايه انت واحده متهانه وهيعاملوكي بهذا القدر اذا المجتمع ولو سبتيه هيقولوا بصوا واحده دي مطلقه والكلام هيكتر عليها فان اول كيسز وفي جميع الاحوال الناس بتتكلم يبقى نعمل ايه نركن كلامهم على جنب خالص طيب تعالي نفكر في نقطة تانية وهي نقطة مهمة جدا وهي نقطة الأطفال ولادك ولادك لو أبوهم بعد عنهم هينقصوا إيه؟ أكيد الأبوة دي حاجة كبيرة جدا ومهمة جدا ودايما أنا بأكد عليها ولكن أنت بتتهاني قدامهم وبتتضربي قدامهم اكيد نفسيتهم متدمره اكيد الولاد من جواهم مكسورين لان شايفين مامتهم دايما حزينه فانا رايي ليكي ان أنتي ما دام استحاله العشره تنفصلي وتربي ولادك في هدوء بس ما تمنعيهمش عن باباهم ويبقى في انفصال متحضر مش هقولك لك اتطلقي دلوقتي ابعدي عنه ابعدي عن البيت يمكن لما يحس بغيابك يتغير لو لقيتيه في نفس عنده عن جهيته كملي ولو خايفه من ان أنتي بعد كده ما ترتبطيش او ان انت ما تعرفيش تربي اولادك صدقيني الانسان اللي بيتظلم في حياته كتير وبيستحمل ربنا بيكون عنده العوض قوي جدا وكبير جدا هقولك حكايه صغيره بسيطه حصلت قدامي انا عندي اكاديميه فيها اطفال الاطفال دول كان في عندي بنت وولد اشقيه جدا وبيقولوا الفاظ بشعة ما يقولهاش أطفال استدعيت ولية أمرهم علشان أقول لها ولادك ما ينفعوش عندي في الأكاديمية تاني لقيت ست قدامي لابسه مبهدل جدا مكسورة حزينة قلت لها ولادك ليه بيقولوا الألفاظ دي قالت لي اللي باباهم بيقوله لي هم بيقولوه بيرددوه طيب آه ليه بيقول لي كده قدام ولاده قالت لي هو ما عندوش الثقافة دي قالت لي ما تبصيش لحالي والبهدلتي اللي انا فيها دلوقتي انا متعلمه كويس قوي ومعايا لسانس بس هو بهدلني وخلاني البس بالشكل ده وكسرني دايما قلت لها انا كان نفسي ولادك يكملوا معايا بس انا بعتذر انا عندي امانه تانية عندي اولاد تانية لو سمعوا الالفاظ دي ممكن ينقلوها كمان ولادك بيخنقوا الاطفال لانه كانوا بيشوفوا برضو باباهم بيخنق مامته بعد اربع سنين اخذت ولادي وبفسحهم في الملاهي شفت البنت والولد اللي انا رفضتهم عندي في الاكاديميه. شفتهم لابسين لبس رائع وجمال، اتكلمت معاهم وما بقتش مصدقه ان دي مريم اللي كانت عندي واخوها. لقيتهم بيتكلموا بطريقه رائعه فيها ثقه بنفسهم، لبسهم راقي ولقيت اللي جايه من بعيد مامتهم. لابسه لبس في منتهى الشياكه وحامل ومعاها راجل ما شاء الله طول بعرض باحترام. لقيته جاي معاها لما سالتها قالت لي ربنا عوضني انفصلت على اللي كان بيهني ودلوقتي ربنا اداني العوض فهقول لك كلمه واحده قرري وخدي قرارك والواحد ما بيعيش حياته غير مره واحده هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ابقوا معانا